بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم ديالي البقري عبد الرحيم حكاوتي الملقب بالأزالية. عملنا الدورة ليالي رمضان لإحياء فن الحكاية بسحت جامع الفنا. لأجل جامع الفنا 18 سنة ما بقتش فيها الحكاية. الحكاية كتبي الهدوء وجامع الفنا ولا فيها الضجيج ولا فيها الضيق. ودابا حين هذا المهرجان اللي هو ليالي رمضان لإحياء فن الحكي، أول مهرجان للحكاية بمراكش، لأجل باش نحتفظوا على هذا التراث ونعود نحيوا الحكاية بساحة جامع الفنا اللي انقرضت منها. هو الجمالية ديالو، الجمالية ديالو هي أن رمضان كان ديال الحكي، وكان ليالي رمضان كدوز في مراكش كانوا عندنا 13 الحكواتي ساحة جامع الفنا كتروج بالحكواتيين، وكانت حتى الحكاية كتحكى في الديار وفي الرياضات وفي عدد ديال المسائل لأجل رمضان ديال الحكاية وديال النكتة. تيظل الإنسان صايم، نعاود نحيو الحكاية وتعاود تجد الحكاية لأجل دابا ولا جيل جديد كيحكي الحكاية. كنا حنا كنحكيو الحكاية بالدارجة، دابا ولا جيل جديد ولاد الجامعة اللي حنا علمنا وأطرنا ولاو تيحكيو الحكاية بالسبليونية بالإنجليزية بالفرنسي. يعاودوا نحيو الحكاية في ساحة جامع الفنا، تولي الحكاية عالمية، تولي تحكى بعدد ديال اللغات. إلا جا عندنا واحد أجنبي اللي ما تيعرفش لغتنا، ربما عندنا واحد الشاب اللي غادي يبلغ ليه هذيك الرسالة اللي حنا بغينا نوصلو. والمشاركين قول كاينة 17 الحكواتي شباب، وربما بقوا واحد الخمسة الشياب، قول شي 21 حكواتي اللي كاينة من غير حلاقية أخرين اللي عادي يشاركوا معنا في هذا المهرجان ديال الحكي. لأجل ماشي غير الحكي اللي كاين، كاين الحكاية، ومن اللي كتكون الحكاية كيعاود يدوز من وراها بهلوان، تيدوز من وراها واحد المسيح اللي عادي يضحك الناس شوية، عادي نعاود نديرو حكواتي آخر. والنهار الثاني بغينا نعملوا شويه ديال تاكناويت، ونديروا ثاني شويه ديال الموسيقى الغيوانيه، عاد نعاودوا نعملوا ثاني جوج من الحكواتيين، بغا يكون ديال الحكايه ومن كل فنين طرف. الكلمه الاخ اللي نقول، وهو اننا بغينا نحتفظوا على هذا التراث باش ما ينقرضش. لاجل الحقيقه انا اللي ضربني اللي عملني تنعمل هذا المهرجان، بانوا لي الحكواتيين بقاو واحد الاربعه ديال الشياب وما بقات عندهم الصحه ديال العمل، وكل واحد لازم دارو. وجمع فينا خوات من الحكايه، ومن اللي عملنا هاد الشباب وكوناهم واطرناهم، علاش ما يخدموش في جامع الفنا؟ هما مستعدين قال لك يخدموا في جامع الفنا، كنتسناو الا جامع الفنا يرجع ليها الاعتبار ديالها كما سمعنا من المسؤولين، وبيعاودوا يصلحوها وبينقيو جامع الفنا ويردوا لينا جامع الفنا الصغيره اللي هي كانوا الحكواتيين فيها بواحد العدد فوق من 13 ولا 14 كانوا كيحكيو فيها، وكانوا كلهم خدامين، وكانت منظمه الانسكوم اللي كتجي تما كتصورهم وتما كتشجعهم. السلام عليكم. شكرا اولا لاشطاري 24. انا اليوم فرحان باش نكون في هذه النسخه الاولى ديال الحكايه الشعبيه اللي نظمتها الجمعيه ديال الحكي والحكواتيين والحلايقيه في مراكش. وكذلك انا فرحان وسعيد لان كنمثل مدينه فاس ومدينه صفرو في هذا المهرجان هذا بصفتي كنائب رئيس جمعيه الى الافق ومنظم مهرجان نزهه الحكواتي. كذلك
انا من الناس اللي كان دافع على دفن الحكايه اللي هو غادي في انتظار، ولكن ان شاء الله بالفضل ديال الشباب اللي ولاو كيهتموا بهذا الفن اللي هو خلاو لنا الجدود، وهذه الثقافه الشفهيه اللاماديه غادي يبقى ان شاء الله مع هذا الجيل ان شاء الله الرحمن الرحيم. الكلمة الأخيرة، أولا كنشكر هاد الناس اللي صاروا على هاد المهرجان واللي فكروا أنهم يحيوا الحكاية في ساحة جامع الفناء، ومع المهرجانات ومع هاد الشباب ومع هاد المدرسة اللي تدارس ديال التعليم ديال الحكاية للشباب، ومناشدة من الحكوات إبراهيم الضلدالي للسلطات المسؤولة على أكثرين قطاع الشبيبة والرياضة والثقافة والاتصال باش يعطي واحد دعم كبير لهذا المجال هذا ولهذا الناس هادو، لأن هاد الناس هم الفنانين الأصيليين من الحكاية، هي المسرح الأصيلي. إذا كنا كنقولوا المسرح أبو الفنون، فأعتقد أن الحكاية هي الأم ديال الفنون. وشكرا. الاسم حجوبة المقوري الملقب بالأزالية بنت الحكوات الكبير عبد الرحيم الأزالية. بجينا هذا المهرجان، مهرجان ليالي رمضان لإحياء الفن الحكاية بساحة جامع الفناء. كانت فكرة صغيرة حيتاش بغينا نرجعوا الحكاية اللي انقرضت في جامع الفناء مدة 18 سنة هذه، وقلنا علاش ما ترجعش هذه الحكاية؟ علاش حنا هذا الجيل اللي جينا حيينا هذه الحكاية وبديناها وتعذبنا فيها، علاش ما ترجعش جامع الفناء؟ جامع الفناء خاصها ترجع لها الحكاية، ماشي جامع الفناء تاع الغناء ولا، جامع الفناء أصلها حكاية خاصها ترجع لها الحكاية. وإذا بها قلت لهم ما ترجع لها رسمية، وداك الشيء علاش الحمد لله كانت الفكرة تاعتنا ونضمن هذه أول دورة بتعاون الناس وتعاون الناس اللي تعاونوا معنا. كنشكرهم بزاف بزاف، منهم الأستاذة نجمة طيطاي، منهم السي جعفر الكسوسي، شكرا للا فاطمة الزهراء المنصوري العمدة التعاون ديالها معنا، شكرا للسيد الوالي والي جهات مراكش أسفي 17 حكواتي 17 حكواتي تبارك الله، منهم شباب وشيوخ، وكاين منهم فرقة غيوانية، فرقة من مختلف المدن ولكن مفازين على مراكش، شباب مراكش وشيوخ مراكش اللي هما ناس جامع الفناء، ومنهم فرقه غيوانيه، فرقه قناويه، بعد ناس نتاع البهلوان، بعد ناس المسرح، وبعد ناس مغنيين اللي ساهموا معنا ودعمينا في سبيل الدوره باش تنجح ان شاء الله. وكنتمناو ان ترجع، ومن بعد هذا المهرجان كنتمناو ترجع الحكايه اللي هو الهدف تاعنا، نرجعوا الحكايه لساحه جامع الفناء، هذا هو الهدف ديالنا. وكنشكر الناس الداعمين، وكنبغي نكونوا علاش ما ترجعش واحد وعندنا هدف اخر باش يردوا لنا دار الحكواتيين في ساحه جامع الفناء، بنا دار الحكواتيين، مدرسه الحاكي بمو. كنطلب من هذه الدوره نداء للمسؤولين، بغينا دار الحكواتيين في ساحه جامع الفناء اللي تخلي لهم الحقوق ديالهم وتحميهم وترعاهم، حيتاش هاد الشيوخ راه تهكم لهم الحق ديالهم بزاف، ولاو ناس منهم كيسعاو وتتألم لهم. اصحاب الاب ديالي منهم شيوخ ما نقدرش نقول اسماء تاعهم من اجل ولادهم، ولكن ولاو كيسعاو في الساحه وحيتاش الحكايه انقرضات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.